جزاكم الله خيرا. تقول أم جوري في سؤالها عن تشقير الحواجب بالنسبة للنساء بقصد تقليل السمك والتجمل للحواجب العريضة، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، ولا يجوز العبث بالحواجب، لا يجوز للمرأة أن تحدث في حواجبها شيئا، ولا تستعمل ما تستعمله النساء اليوم من العبث بالحواجب بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بغير ذلك، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والمتنمصة أو النامصة هي التي تأخذ أو تزيل شعر حواجبها أو شيئا من شعر حواجبها. نعم.